بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الطلبة أخواتي الطالبات الذين يجتازون بكالوريا 2023، أقدم لكم تمرين فيما يخص الهندسة الفضائية وخاصة تقاطع مستوي كي ومستقيم دلتا. أملي عليكم نص هذا التمرين. في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو إي جي كا، نعتبر مستقيم دلتا المعرف بتمثيل وسيطي له إكس يساوي لامدا ناقص واحد، إيكراك يساوي لامدا زائد واحد، زاد يو يساوي اثنين، لامدا عنصر من عناصر الأعداد الحقيقية. لتكون النقطة أ ذات الإحداثيات 0 و 1 و 3 و Q المستوي الذي يشمل أ ويعامد دلتا. 1 ألف بين أن أ لا تنتمي إلى دلتا. ب عين إحداثيات النقطة ب نقطة تقاطع Q و دلتا، ثم أحسب المسافة بين أ و دلتا. 2 ليكون P المستوي الذي يشمل أ ويحوي دلتا. عين معادلة ديكارتية لبي. إذا نبدأ السؤال الأول، هل أ ينتمي إلى دلتا؟ لهنا واش نلاحظو؟ إكس يساوي لامدا ناقص واحد، إيكغيك يساوي لامدا زاد يساوي اثنين، هذه تمثيل الب الوسيطي للمستقيم دلتا. إذا أ ينتمي إلى هذا، يكون عنده هذا ذاك. إذا كان أ ينتمي يكون عنده هذا الإحداثية، إذا كان لامدا عنده قيمة واحدة. إذا نعوضو لهنا صفر، هاك تشوفو لهنا واحد، لهنا واحد، ثلاثة ثلاثة يساوي هذاك، ثلاثة يساوي اثنين، هذه مستحيل. إذا النقطة أ لا تنتمي إلى دلتا، لأن أ كتشوفو لامدا القيمة تاعو وحدة والقيمة تاعو صفر. القيمة تاعو وحدة والقيمة تاعو صفر، إذا مستحيل با يكون لامدا عندو قيمتين. عندك السؤال شعاع ب شعاع توجيه دلتا هو واحد واحد صفر، كيف نعرفوه؟ لهنا إكس على حسب التمثيل الوسيطي لدلتا، عندك إكس كالواحد لمدة ناقص واحد، يقالك يسوي واحد لمدة زائد واحد، زاد يسوي صفر لمدة زائد اثنين. إذن واحد واحد صفر هذه الإحداثيات اللي الشعاع التوجيهي. واش نلاحظو لهنا؟ راكم تشوفو إذن أم مادام هذا المستقيم متعامد يعامد المستوي ك، مستوي ك، إذن نقدر نكتب أم جودا U شعاع توجيه يساوي صفر. نعتبر أم ينتمي إلى هذا الطرف هذا المستقيم أبي. ولا أم داخل في بي، نشوفو لهنا أم ينتمي إلى المستوي كي، وفي إذن أم يعامد
دلتا كما راكم تشاهدوا. دونك نقدر نكتب ام U يساوي صفر، ام عنده الاحداثية x y z، مع ذاك ما المعادلة الديكارتية للمستوي q هي x زائد y ناقص واحد يساوي صفر. إحداية b لنا أن معادلة ديكارتية لQ نعوض لهنا x نقلبها y ناقص واحد، y هي لومدا زايد اثنين، لومدا زايد اثنين ناقص واحد، تولينا اثنين لومدا ناقص واحد هي لومدا، لومدا هي واحد على اثنين. نعوض كذلك من جديد، x هي واحد على اثنين، ها هي لومدا ناقص واحد، ناقص واحد معناه ناقص واحد على اثنين، y هي لومدا زايد واحد، معناه واحد على اثنين زايد واحد يساوي ثلاثة على اثنين، زاد ما يتغيرش يقعد يساوي اثنين. إذن الإحداثية اللي النقطة ب هي ناقص واحد على اثنين، ثلاثة على اثنين واثنين. مسافة بين أ ودلتا كيف هو أبي أبي مربع، معنى على حسب الإحداثيات لي بي ولي أ. المسافة إذن ناقص واحد على اثنين هاك تشوفوا ناقص صفر، صفر لهنا هما الصفر والواحد والثلاثة هما الإحداثيات لنقطة أ، وناقص واحد على اثنين وثلاثة واثنين واثنين إحداثيات لي بي. إذن أ بي راكم تشوفوا هو جذر ستة على اثنين. اثنين معادلة ديكارتية لـ بي، المستوى بي يشمل أ ويحوي دلتا، يشمل با ويحوي دلتا، أي هو لهنا لهنا درناه صورناه لهنا الصورة تاعو هي باللون الأزرق، هذاك هو بي. أي أو يشمل أبي ويحوي شعاع التوجيه لدلتا وهو U واحد واحد صفر. شعاع التوجيه لدلتا هو كما راكم تشاهدوا واحد واحد صفر. التمثيل الوسيطي كيف يكون؟ التمثيل الوسيطي كيف تكون؟ بان الفا بي ا زيد بي او، واش لهنا على اذا بي او بي ا او ان، اذا باه يكون عندنا المعادلة الديكارتية للمستوي بي نكتبو بان، هاي بان شو هذا هو يساوي الفا بي ا زائد بيتا او. هاي هنا هذه مهمة مهمة هذا ان عنده الاحداثيات x y z، ان ينتمي الى المستوي p، اذا بان وشنيه المركبات نتاع هذا الشعاع هو x x n ناقص x b،
كذلك. بي ان معنى اكس ناقص اكس بي، اكس بي هو ناقص واحد على اثنين، لان يقراك ناقص ثلاثة على اثنين، ولان زاد ناقص اثنين ما تجادو تولي. اذن بان هي اكس زايد واحد على اثنين يقراك ناقص ثلاثة على الى اخره. تولي اكس يساوي الفا اكس يساوي دونك واحد على اثنين زائد الفا. ناقص كيف هذا اللي درتها ناقص ذاك من الفا انمي صح زائد بيتا اكس يغراك يقال او انمي ام انمي معناه مو أندمية نبيس أ يسمى أندمية. بيتا إيغريك إيغال تروا دمي قال بعد قال دو الفا قال مين تروا دمي مو دمي دونك تروا دمي مو ان دمي قداش
Ça fait 2 demi, donc A plus 2 bêta, où la z égale alpha égale z. Donc, question I. De bêta égale x plus y moins 1. Donc 2x égale moins 1 plus alpha plus 2 bêta. Moins 1 plus alpha plus x plus y moins 1. Alpha 2x égale moins 2 plus alpha plus z moins 2 plus x plus y moins 1. Moins 2 plus x plus y. Donc, il se met tous les x 2x moins x égale x moins y moins z moins 4 plus 4 égale 0. Donc, x égale 0, 1 et 3. عندك لهنا اكس تولي لهنا بلوس ان دومي اكس موا ان دومي زد موا دو بي ا الفا ان دومي موا ان دومي الفا بيتا ان ان زيرو. Alors, x plus y, vous voyez bien, c'est 3 demi moins 1 demi, donc 2 demi c'est 1. Ça s'en va, plus 2 bêta, et alpha égale z moins 2. Donc, là, 2 bêta, et x, z, y, naqs 1. Là, 2x. نضرب 2x تولي موانز 1 بلوس الفا بلوس 2 بيتا. 2 بيتا عندنا موانز 1 بلوس الفا بلوس 2 بيتا. موانز 1 بلوس الفا 2 بيتا اللي هي هاي. هذه هي 2 بيتا x بلوس y موانز 1. نعوضوها تولينا موانز ان ناقص واحد وناقص واحد ناقص اثنين ناقص واحد ناقص اثنين دونك ناقص اثنين زايد الفا ناقص اثنين زايد الفا. الفا وشني الفا هي هذه هي زد هذه الفا
ألفا زائد إكس إكراك زائد ناقص 2 كيسمى 2 إكس ناقص 2 أو ناقص 2 زائد ألفا زائد ناقص 2 زائد إكس زائد إكراك. 2 إكس ناقص إكس تولي إكس، بعد إكراك ينتقل لهيتك تولي ناقص إكراك، زاد يولي ناقص زاد، ولا هنا ناقص كات يولي زايد 4. إذا هذه هي معادلة دي كار هي معادلة ديكارتية لي بي. نتحقق أن A ينتمي إلى Q كيف هذا؟ عندنا X يساوي 0 ناقص 1 ناقص 3 زائد 4 يساوي 0. إذن A ينتمي إلى P. بكذلك ب ناقص واحد ثلاثة هناك اسمها ناقص اثنين ناقص ثلاثة اثنين ناقص زاد زائد 4. رهنا 4 على 2 طبيعي هنا 2 ناقص 2 ناقص 2 زائد 4 يساوي 0. كذلك ب ينتمي إلى سيقولنا موانز اي دو ينتمي لك موانز موان دو بلس كات صافي موان دو بلس كات إيكال زيرو. ب ثاني ينتمي إلى بي تساوي صفر.
انتهينا.